كشف نشطاء وصحفيون عن الإجراءات بحق المقيمين اليمنيين في مناطق نجران وعسير والباحة وجيزان لا زالت مستمرة من قبل السلطات السعودية. وقال الصحفي فهد سلطان إن السلطات السعودية ترفض النقاش مع الحكومة اليمنية حول أوضاع نحو 800 ألف مقيم في المناطق الأربع من المملكة، وأكد أن هذا العدد من المقيمين يواجهون مصيرا مجهولا. الصحفي سلطان أكد أن مئات الطلاب اليمنيين في الجامعات والمدارس السعودية في المناطق الجنوبية يواجهون مصيرا مجهولا بعد القرارات غير المعلنة من جانب السعودية التي تراجع جزئيا وعادت الأكاديميين اليمنيين العاملين في المؤسسات الحكومية إلى أعمالهم. وذكر أن 106 من الأكاديميين اليمنيين في جامعة نجران لا يزالون مبعدين حتى اللحظة عن وظائفهم، فيما تم إعادة 41 إلى أعمالهم ووظائفهم في جامعة بيشة بعد فصل تعسفي استمر لأكثر من شهر. ولمتابعة هذا الخبر ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي فهد سلطان. أهلا وسهلا بك معنا سيد فهد. إذن كنت قد أوردت أن جامعة بيشة قد أعادت عددا من الأكاديميين إليها مجددا بعد أن كانت قد أنهت عقود أعمالهم، هل استطعت التواصل مع أحد من هؤلاء الذين عادوا وأخبروك عن السبب الذي دعا هذه الجامعة لاستدعائهم مجددا؟ نعم، أهلا بك أخي الكريم ومشاهدي الكرام في قناة يمن شباب. نعم، تم إبلاغهم بالعودة وسيعودون لمزاولة أعمالهم منذ يوم الأحد القادم. إدارة السعودية أو وزارة المؤسسات التعليمية لا ترد على أي أسئلة سواء للأطباء أو سواء للأكاديميين. يعني هم يتحركون بناء على تعليمات وإعادتهم بناء على تعليمات كذلك، لذلك لا يعني لا يوجد أي تفاصيل. يعني هل هذا ما قيل للأكاديميين اليمنيين الذين عادوا إلى جامعة بيشة بأنه لا توجد لديهم أي فكرة؟ نعم، الأكاديميين لم يعرفوا ما هو سبب الفصل ولا يعرفون ما هو سبب العودة فقط. يعني الجامعة لم تخبرهم بذلك، ما هو السبب؟ لا، لم يخبرهم أحد، يعني لا ما هي سبب الفصل ولا ما هي أسباب العودة فقط. طيب ما رأيك بهذا التصريح الذي أدلت به وزارة الموارد البشرية السعودية في يوليو يعني قبل شهرين، وطالبت فيه الشركات الخاصة وربما من ضمنها أيضا الجامعات بأن تكون نسبة العمالة في جنسيات محددة لا تتجاوز 25% كحد أقصى؟ نعم، هذا القرار نشر في أكثر الصحف السعودية وتناولته أول من تناولت هي صحيفة وكالة السعودية. وهذا القرار فيه تمييز واضح وفيه يعني خروج على الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، على الأقل بين اليمن وبين السعودية، فيعطى لجنسيات الهندية ما يقارب 20 و البنجال 20 بنسبة 40 بينما يعتبر اليمني 20. سأعطيك معلومة ربما غير متداولة، وهي أن جميع الجنسيات العربية والإسلامية لا تدخل في هذه النسب أبدا باستثناء الجنسية اليمنية التي حدد لها 25%. وتعلم أن القرارات في السعودية تتخذ يعني قد يكون 25% لفترة محددة ثم يعني تصغر أو يقلل هذه المدة. يعني تقول بأن التجديد على هذه النسب على الرغم من وجود اتفاقيات بين الحكومتين اليمنية والسعودية إلا أن التجديد فقط يركز على العمالة اليمنية والجنسية. نعم، اليمنية عوضا عن غيرها التي ربما تتجاوز هذه. نعم، النسبة. نعم، بكثير. نعم، يعني مثلا الجنسيات المصرية لا يشملهم أي نسبة، والجميع الجنسيات العربية والإسلامية، جميع الجنسيات العربية والإسلامية لا يدخلون ضمن النسب باستثناء الجنسية اليمنية فقط. طيب ما هو تفسير برأيك سيد فهد؟ يعني تمييز واضح ضد اليمنيين. هناك قرارات أنا أعرفها من عام 2017 كان يقول اسمع حد اليمنيين، وفي عام 2017 قال أن هنالك اتجاه سعودي أو من قبل السعودية وخاصة في الرؤية الجديدة بتقليص عدد اليمنيين إلى ما يقارب 250 ألف فقط، وبدأوا في الإجراءات من عام 2017 لكنهم يدرسوها بشكل بين فترة أخرى. في هذه الفترة أعادوا يعني بطريقة جديدة نحن تابعناها مثلا عن أقل الآن، من خلال بدأوا بالمناطق الأربع، يتواجد في هذه المناطق الأربع أكثر. نعم، من مليون يعني مثلا 800 ألف الذين هم رسميين، وأكثر من وربع هذا العدد غير رسميين، وبعضهم لهم أكثر من 30 يعني 3 عقود من 30 سنة و 20 سنة. جميع هؤلاء الآن مهددين بالترحيل. وهنا قصص طبعا كثيرة. أرجو آخر نقطة، أن السعودية لا تفتح، حسب ما وصلني أن السعودية لا تفتح النقاش إلا في مسألة الأكاديميين اليمنيين فقط، وما عدا ذلك لا تفتح النقاش حول باقي المغتربين. طيب وقد ذكرت هذا الموضوع، هل يعقل أنه لا يوجد هناك أي تواصل بين الحكومة اليمنية وبين السلطات السعودية من أجل حل هذه المسألة؟ لأنه قبل أيام أيضا في اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة هذه الأزمة المتعلقة بالمغتربين طلعت الحكومة في بيان وقالت أنها على ثقة بتجاوب الأشقاء، هل ترى بأن السعودية خانت الثقة التي كانت تؤملها الحكومة؟ هناك
تواصل من قبل الحكومه الشرعيه لكن تواصل ضعيف. هي مطالبات وليست ملكه، يعني هي اكثر بالاستجداء والمطالبات، يعني لا يوجد هناك نقاش. السعوديه حتى الان او الشرطه السعوديه في اغلب الاجنده التي تطرح انها تشطب اثاره العماله وتناقش موضوع فقط، فتحوا نقاش جزئي حول الاكاديميين فقط وربما حول الاكاديميين المتعلق بسبب الفراغ الذي تركوه لانه عدد الاكاديميين اليمنيين تجاوز 400. اذا المساله الان تتعلق بس فقط في الاكاديميين، لكن العماله الاخرى او المهن الاخرى ربما وضعهم أسوأ بكثير. هنا أيضا تصريح لمنظمة Human Rights Watch التي قالت أن عملية التسريح التي يتعرض لها اليمنيون تعرضهم إلى خطر جسيم. هناك أيضا بلاغات عن صعوبة وضع طلاب اليمنيين، هل أيضا تناولهم هذا القرار؟ هل يتم إنهاء قيدهم في المدارس؟ طبعا عدد كثير من الطلاب كثير من لأن أصلا المشكلة أن هؤلاء الطلاب مرتبطين بأولياء أمورهم، وعندما يرتبط بولي الامر عندما يطالب من ولي الامر يفقد وظيفته ويطالب بالترحيل مباشره انه سيفقد الطلاب، وسواء للمدارس الابتدائيه او الاعداديه او الثانويه او حتى الجامعات سيفقدون مباشره. بل هنالك يعني كثير من اليمنيين لم يحصلوا على التلقيح لكورونا الثاني، وهذا ما منعهم من دخول المدارس حتى هذه اللحظه. يعني هذا الموضوع ليس في المناطق الاربع بل حتى في مكه وحتى في جده يتواصل معي يعني الكثير بانهم لم يستطيعوا التحاق اولادهم بسبب انهم لم ياخذوا الجرعه الثانيه. نعم، اذا اعتذر منك فهد لانه الموضوع فعلا كبير ويحتاج إلى تناول بشكل أوسع، لكن الوقت داهمنا. شكرا لك على كل حال الصحفي فهد سلطان.